عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ بداية الرحلة لهذا اليوم يوم الجمعة. نتجه الآن إلى هذه المناظر الجميلة إلى وادي قاوة. نفتتح جلستنا لهذا اليوم وهي بالطبخ طبعا. ها هو الأخ وليد يقدم اللحم الآن. يا لك من شقي. قدم اللحمة إلى الشيف أبو علي والشيف خالد. هنا يتم التكشين أو بداية الطبخ. هنا المناظر الجميلة، انظروا إلى هذه المناظر الجميلة. هذا الأخ وليد يقوم بتقطيع اللحم. المناظر هنا جميلة جدا. هنا نبتدأ طبختنا الجميلة وهي كبسة البر في وادي قاوة. المناظر هنا جميلة جدا، والأصدقاء هنا يمرحون ويسرحون. وها هو أبو علي يقوم بتغطية القدر. الخال خالد يقوم بالتعليمات اللازمة لهذا اليوم. استراحة محارب حتى يتم الانتهاء من الطبخ. وها هي طبختنا أصبحت جاهزة وبسم الله. المكان هنا جميل جدا، والطعام هنا لذيذ جدا. أنا أفضل طبخ الطعام في البراري لأن له نكهة خاصة وشيء جميل. هنا الآن وقت الكيف، إنه وقت الشاي. الله الله، انظروا إلى هذا. لا هذا ما خلاني بس. تقطع أنت جوالك مقفل وجوالك.